ما يفلت شيء. كالعادة والله لا يقطعنا عادة في كل رمضان، ما ثم حديث كان على المسلسلات، وبفضل الفيسبوك ما عادش نحتاج النقاد أو كتاب أو صحفيين، الناس كل تنجم تنقد وتعطي رأيها. قال أمبرتو إيكو جارنا الطليان الروائي والفيلسوف اللي كتب اسم الوردة اللي ترجمت ل 43 لغة وتعملت فيلم أخرجه جون جاكانو ولعب فيه دور البطولة شون كونري، واللي خدم فيها اللي ما تتسمى الإذاعة والتلفزة في بلاده إيطاليا، لأنه عنا يذنوبي كان خدمه حد اللهم يونس يزيدوا مع أوس وزين العابدين، واللي توفى في 19 فيفري 2016. قال سي أمبرتو إيكو أدوات مثل تويتر وفيسبوك تمنح حق الكلام لفيالق من الحمقى ممن كانوا يتكلمون في البارات حاشا الشر بعد تناول كأس من النبيذ دون أن يتسببوا بأي ضرر للمجتمع، وكان يتم إسكاتهم فورا، أما الآن فلهم الحق بالكلام مثلهم مثل من يحمل جائزة نوبل. شوفك الهدرة نوبل، ما تكون كان جائزة استعمارية حتى هي، شكونهم باش يصنفونا ويختاروا منا؟ محسوب علم النقد. هو في بلادنا ما ثماش خدمة اسمها كاتب أو صحافي أو ناقد، خلي عاد كان لسقطتك حكاية كرونيكار. هما في الدومين بيدو عندهم حساسية من الكلمة، أساتذة في معهد الصحافة جعلوا من الكرانكة معركتهم الأخيرة، جو من الاقتتال الرمزي واللي تجي فيه الضربة لكون فيه ما يرحموا حد، ناكلوا في بعضنا كالذرنوح، وما نتفكروا أن زملاء كان كنتقابلوا في الجبانة ندفن واحد منا وعرف بحسن سيرته وطيب معشره. احنا لا نعرفوا نخسروا ولا نعرفوا نربحوا، وأصلا ما عادش نجموا نربحوا، عنا مشكل كفاءة في كل شيء. بدا الزينة ترشحنا المونديال قطر من نهار لول ولينا نتحداو في فرنسا، فالحين في التبهبير والتفشليم لناكلوا الكف نفيقوا في لحظتها على رواحنا. وربيلوت فسخ وعود من جديد، واحد برك ما تفسخش توا 10 سنين، حتى قوم منفع معاه كتب الصداق على الجامعة العام 32. بلاد 3000 سنة حضارة بتلافزها اللي عملنا لهم هيئة تعديل دام عزها، أنجت مسلسلات أقل من صوابع اليد الواحدة، ومسلسلات لما تتبع حتى التلفزة حتى لو كانت موريتانيا حبيبتنا في الكورة. ومع هذا نسمع في ضربين لغة شيء كبير، تقول شادي عبد السلام فز من قبره، شكرا فلان دخلتنا للعالمية، شكرا أيها المبدع أعظم مسلسل في تاريخ الدراما التونسية، لا قبله لا بعده ما جابتوش ولادة. واحد من زعماء إعلام افرش منديلك على الرملة تبلانجا قال له أنت المعلم ومنك نتعلم، أنت هو الكبير وإحنا وراك بالبندير وقدامك ندبيه على حصير، الكل فلالس يتعلموا في الخطوة منه. والحق ما عهديش بسامي الفهري يحب التطبيل والتذكير، ومريتهم تعلموا منه شيء، أبدأ بالرهط الرهدان هذا وقعدوا ديما فلالس ما ينقروا كان عين خوهم. مريت شون العيب إذا قلنا عن المسلسلات اللي تناسبنا على قد جرمنا، فيهم اللي تسميوا فيه فساد، انت ما عندكش ملايكة في البلاد، ماكش في بلاد الأطهار. هل عنا سياسة الانتاج الدرامي في البلاد؟ طبعا لا. أصلا هل عنا سياسة في البلاد؟ هل عنا شكون يخطط في أي ملف؟ نشك، والشك في سيدي رمضان مش مليح. هل التلفزة المرفق العمومي عندها برنامج واضح شنو تنتج وبأي كلفة ولأي جمهور؟ ولا بروت جيك الشاف البرويطة مشيت والبلاد من غير شيفان، والباجدة شدت الفولون توا سنين بركاكة وهاني ماشية، وغدوة خير وغدوة ذكرى وفاة الحبيب بورقيبة باني الدولة الحديثة ومحرر المرأة، بورقيبة اللي قرانا وعمل مراكز التنظيم العائلي ومراكز التلقيح. عملناش عمل تلفزي واحد يحكي على بورقيبة فحياته، ما ثم ما يتحكيه، تعملوا مسلسل على اللي صار بينه وبين صالح بن يوسف، ألف تقتلوا في الشوارع،
خلي نفهموا علاش بن يوسف شد وزير العدل في حكومة شنيق تحت الاستعمار، وعلاش بورقيبة خلى روحه ديما بعيد، علاش اللي لبس عليهم ساندو بن يوسف ودار الباكو في خلافه مع بورقيبة، وعلاش الحتحت المزمرين هم اللي وقفوا بجنب بورقيبة. الغريب أنه في أذهان الناس بن صالح هو نصير الفقراء وبورقيبة هو حليف البرجوازية. هات نفهموا كيفاش بورقيبة فكك منظومة الإقطاع ومرمد كبار ملاك الأراضي باش يرسخ حكمه الجديد. ما تعمل حتى مسلسل على بورقيبة ولا على بن يوسف، وما هوش باش يتعمل للعام الجاي للي بعده. هنا البرنس عمل لنا كوب مرة باسم بن يوسف ومرة باسم بورقيبة، وكان الموجة وتاتو راهي باسم يوسف الشاهد. أما توا بعد ما قبلوه في القصر وهداه للمعلم المريول، زعما خلص عليه الديوانة ولا دخل كلندو. الكأس ولات باسم الرئيس مدام ساقيه في الركاب، والله ينصر من صبح. ما تعمل شيء على بورقيبة لأن نضرب ضربة ونجيو في قاع الحانوت ننجو الدراما بعقلية العربون. كل مسؤول يجي بالرأي المطابق طبعا يعمل اللي يحب، والمهم يسلك أموره مع الجماعة اللي يحكموا في الدومين، ويسلكها في رمضان يدرق على خلقته. تحبوا كاميرا خفية أعمل لهم، تحبوا ابتهالات ابتهل لهم، تحبوا الألعاب لعبهم ولعب معاهم، وخوذ وما تردش وشارك التلفزة في أموالها. يحبوا أولاد الدار يخدموا ما تخدمهم كان هما وما ليهم. تحبوا سيتكوم ستكمهم، باهي خايب مش مهم سكت الفام. ما تنساش القاعدة أفواه وأرانب. شكونوا اللي تضرب على طاسة مخه باش يقعد يخدم ليل ونهار لمدة شهور يكتب في مسلسل ما يعرفش اللجنة باش تقبلوا أو لا؟ هذا إذا طلع ثم لجنة، وإذا قبلته شيء ما يضمن لك أنه اللي كتبته باش يتم إنتاجه حتى لو شريته التلفزة. هاني شريت تحكي يا واد، قعد نور الدين الورغي يكتب ويعاود يعمل في التحيين لن يفرج ربي. ازربوا انجوه مدام محمد عرافة ويقف على ساقيه نجم يخرجوا، ولا تستنوا فيه يعمل باكيتة يترفد عليها. تلفزة ما يشريت الدقلة في عراجينها، واحدة من أفضل 100 رواية عربية، مش ناويين تجمعوها شوية الدقلة خلي نذوقوها؟ ما التلفزة شريت المعتمد بن عباد اللي كتبوا الكل ماتوا، البشير خريف، محمد صالح الجابري، علي محسن العرفاوي. يطلعش يلزم نموت واحنا الجمهور، تحبوا على جمهور واحد آخر قولونا وبرا باش ما نستناوكم شكاو مش على حاجة. اللي جان هي اللي تحكم في هالبلاد. نحمد في ربي الواحد كيجي يخطب ما تنظرش لجنة في دوسيه، كيجي داخل البيت نومه ما ثماش لجنة تنظر في الموضوع ولا راو نسلنا تقطع. مهرجان فيه لجنة باش يختاروا فيلم لجنة، باش يعطيوك رخصة شراب لجنة من الداخلية، يعاينوا في وتيل محترم البروتوكول ولا لجنة فيها وحدة مكافحة الإرهاب. علاش باش يعاينوا الوتيل حاطط صابون جيل ولا قالب صابون أخضر ولا يطلعش يستعمل في الطفل؟ باش تاخو رخصة نقل ريفي ترفس في الطريق؟ ما يهمك لا بوليس لا قانون، يلزم لجنة. ومن بعد يتحشى الوالي في الحبس ويولي فاسد ويتنسى ما عاد يتكلم عليه حد، أحمد السماوي مثلا، وإذا تسيب وما ينشر الخبر حد من اللي يهللوا للإيقاف. صدقي بوعون والي سيدي بوزيد ومنصف شلاغمية والي قبلي أحسن مثال الدنيا واللجان. لو جاء في اللجان خير راهو ربي عمل لجنة تنظر في دوسياتنا شكون لجهنم وشكون للجنة. ننجو في مسلسل وربع في العام وحسنا أكثر من فعلنا، كل معيز نتصايحه مصر مش عاجبتنا تعمل في البروباغندا، ويجيك واحد ما في بالوش اللي الممثل اسمه خالد الصاوي اللي عمل دور خيرة الشاطر في مسلسل الاختيار، يعطي في رأيه ويحلل ويسمي في الممثل قال اسمه خالد الضاوي، قريب يقول من هوني من المغيرة مش بعيد. الله يضوي عليك ليلة عرسك والدنيا ظلام. مصر تعمل في الدعاية اي والأتراك محلاهم، هاي العريبة تتفرج والفام محلولة، السلطانة هويام وسنب الآغا هاو عاجبهم جو الحرام لك. مريت حد من جماعة الحداثة وحقوق الإنسان والدفاع على المرأة تقلق
كي كل خميس يجيبوا للسلطان عروسه من حمامها تفور باهين الترك مريت حد قال راهم الاتراك يعملوا في البروباغندا والدعايه ويتلاعبوا بعقول المتفرجين الخاملين الكيركين اللي ما يحبوا يبذلوا حتى مجهود. كان في ماكله البريكه بالعظمه المروبه اللي طيبوها البلديه. الدراما التركيه ما تبعدش على تنظيم قطر لكاس العالم او اتحاد القرضاوي او اقتناء الامارات لحقوق الرعايه لنوادي الكره الاوروبيه. ذراع سياسيه للبلاد، القوه الناعمه. أردوغان يمشي لبلاتو التصوير ناقص يعمل الكاستينج في قيامة أرطغرل والمؤسس عثمان. جمهور التلفزة جمهور كسول يحب يسمع الأحداث مش يتفرج فيها، اللهم تمليله عينيه بالأحبق حتى الإرهابي يولي بوغوس. المسلمين هما اللي شافهم الجمهور في فيلم الرسالة، كل عيد كبير يتعدى لابسين أبيض فأبيض في سخانة 50 مارينا همش خدموا نهار ما تراهم كان يصليوا أو يحكيوا مع خيال الرسول وتهبط الحمامة على كتف الواحد منهم وما تعملوا شيء. احنا كي تتعدى من شارع بورقيبة ما تسلمش من عصافر آدم فتحي ولطفي بوشناق وعمر المختار هو أنطوني كوين زي التحكي وحمزة مش حمزة الصفار هو عبد الله غيث. اش باش تقول لها الأمة؟ ثم شكون يسمعك لو تقول لهم اللي طارق بن زياد ما حرقش السفن ولا قال الجيش العدو أمامكم والبحر وراءكم فأين المفر؟ ما ثم شيء في التاريخ يأكد أنه قالها. مندهشين معجبين بالسلاطين العثمانيين والنهضة راكبة مدلد لساقيها عاجبتها الحكاية وتشجع فيها. شوفوا كيفاش كانوا المسلمين تحت حكم الأتراك حلفاء اليوم والغد. بشنو منبهرين؟ بالمتاحف اللي خلوهم لنا الأتراك، بالمكتبات، بالمؤلفات، بالسبيطارات، بالجامعات. اش خلاو الأتراك العثمانيين في اي بلاد حكموها او احتلوها؟ قول اللي تحب. خلاو اش حاجه في مصر او في سوريا او لبنان او تونس غير الدم؟ السلطان العثماني من اللي شد الحكم اول حاجه يعملها يقتل خوه اللي يمكن ينافسه ويقتل له اولاده حتى لو كانوا رضع. بايزيد الاول قتل خوه يعقوب، محمد الفاتح قتل خوه رضيع اسمه أحمد، بايزيد الثاني أولاده عملوا عليه انقلاب وتقاتلوا في بعضهم. سليم الأول استولى على العرش ويقولوا هو اللي سمم بوه وقتل إخواته. لا وكانت قلوبهم رهيفة ما يسيلوش الدم، يقتلوا بخيط صنارة وتر القوس. سليمان القانوني اللي لبسته موجودة في متحف توب كابي، واحنا متحف الفنون والتقاليد الشعبية دار بن عبد الله مسكر عنده 6 سنين. الوزيرة الحالية اللي يونس فارحي عاملها فقرة قارة وبلاش في الماتينال مرسمة عنا، كانت مديرة المتحف هذا وتتفرج في المتحف مسكر وتحبني نصدق اللي عندها استراتيجية للنهوض بالثقافة. كوشينتها مسكرة في دارها وتنصح في جارتها شنو الطيب. سليمان القانوني قتل ولده مصطفى وحفيده منه وقتل ولده بايزيد وأولاده. مراد الثالث قتل اخوته الخمسة، محمد الثالث قتل 19 خو خنقهم قبل لا يدفن ببيو، عثمان الثاني نحى اخوه مصطفى وقتل اخوه محمد وكمل تقتل هو على يد الانكشاريين واعطف عاد على هاك الراتسة. مراد الرابع قتل اخوته الاثنين، محمد الثالث ألغى نظام تعيين الأمراء ولات في السلطنة عمل نظام القفص، الأمراء الكل يشدوا بيوتهم محبوسين وما يعرسوش وشوفوا شوف يمنعوش من الموت. كي تعمل دستور 1876 السلطنة العثمانية اللي حاكمها مخذاء اسم الخليفة كان وقتها يعدوا فيها على عريبة الطيبين يختلوا في ربي بالسبحة. قال شنو اللي يحكم ظل الأرض في الأرض؟ ما نحب حتى ظل، نحب الشمس تحرقني مضوية الدنيا الراب عينيا وين ماشي اللي يحكم فينا ولوين كررنا. في 1876 العثمانيين بدلوا نظام ورثة الحكم، ما عادش ثم أخوات يورثوا، انقرضوا يتقتلوا يمهب لمحبوسين، ولا الذكر الأكبر سنا في العائلة هو اللي يورث السلطان. حتى عروج باشا وخوه خير الدين بارباروسا ما كانوش أتراك، يونانيين أصلهم. عروج جا عن الجربة وعمل الإمارة وحده يفلح على روحه. السلطان الحفصي كان ياخو خمس عائدات القرصنة
يخدم خماس عند عروج اللي أعلن نفسه سلطان، وكي قتلوه الإسبان خلف أخوه خير الدين اللي استعان به العثمانيين وعينوه قائد الأسطولهم. جانا لبلادنا محتل وهرب السلطان الحفصي اللي التجأ للإسبان، إمبراطورهم شارلوكان الخامس بعث لنا أسطول في 20,000 جندي سبانيور وطليان في 400 مركب دخلت الحلق الواد في 14 جويلية 1535 ورجعوا الحسن الحفصي سلطان أما مشدود من ليتو، وعاثوا في البلاد فسادا وتقتيلا وسبيا ونهبا وتدميرا، قتلوا ثلث سكان العاصمة وحبسوا الثلث والثلث الباقي تفرق وهرب، وتنازل السلطان الحفصي على حلق الواد وعنابة وبنزرت للسبانيور ويدفع مكس 12,000 دوكا العملة الإسبانية. وإحنا من قديم حكام هالبلاد أسود علينا زعمة زعمة صيودة، ومع البراني نعام ونعاج ومن غير سلسول ظهر. من البارح قلت لكم مرحبا بيكم في جمهورية سيد المبروك بوزبدة.